بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. النهاردة إن شاء الله الفيديو اللي حصل اللي وعدنا حضراتكم بيه اللي هنقول فيه برنامج عبارة عن أفضل منشط وغسول كلوي للطيور، بمعنى أصح هتجدد نشاط طيورك خاصة بعد العلاج من الإصابات البكتيرية أو الفيروسية زي الروشة أو البراميكزو، او الطيور اللي بيبقى عندها اسهالات مائيه بصفه مستمره او اسهالات خضراء او اسهالات بيضاء او بيظهر فيها عرق مش مسحوب باعراض تانية، يعني ما فيش تورمات او ارتفاع درجه حراره او اسهالات او كده، او انخفاض خصوبه الطيور او قله نشاط الطيور وحيويه الطيور، او خاصه بعد استعمال المضادات الحيويه بالذات مركبات السلف. البرنامج اللي هنتكلم فيه النهارده عباره عن مكونات كلها طبيعيه، تكلفتها قليله ونتائجها كبيرة مقارنة بالمركبات البيطرية العالمية زي الهيبابيال والهيبارينول والسينارتوكس ومضادات السموم البيولوجية، بالإضافة إلى أنها آمنة على طيورك ومتعددة الفوائد وتعتبر قيمة غذائية في نفس الوقت. وقبل ما نبدأ الفيديو أحب أرحب بكل إخواتنا المشتركين الجدد في القناة، بكل الود نلقاكم، وخالص شكري وتقديري كل إخواتي اللي بيدعموا المحتوى بتعليقاتهم الإيجابية وباللايك، وده اللي بيخلي الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن ويفيد الناس طبعا، فالدل على الخير كفاعله. نبدأ على بركة الله. أول مكون معانا هو الخل. الخل يا جماعة الخل الطبيعي اللي هو 5%، سواء الخل الأبيض أو خل التفاح. جرعة استخدامه إيه؟ من 7 لـ10 سنتي على اللتر. لمدة قد إيه؟ لمدة يومين بس، ده هستعمله في السقوة الأولى عشان هستعمل حاجة تانية في السقوة التانية مكملة ليه. الخل زي ما احنا عارفين في عناصر برضو غذائية كتير وعناصر معدنية، ويعتبر برضو قيمة غذائية وفي نفس الوقت قيمة علاجية ومطهر معوي قوي ومضاد للسموم، لانه عبارة عن حمض عضوي بيعمل ايه، بيشتغل بيكسر السموم ويفتتها لجزيئات صغيرة في الجسم. طيب السموم بتتكسر في جزيئات صغيرة في الجسم ودي موجودة في الجسم، مطلوب بعد كده ان انا اطلعها بقى من الجسم. ده هيجي بقى دور المكون اللي احطه في السقوة التانية اللي هو عبارة معانا عن ايه، السيلمارين او الهيبيتيكم. ده بستعمله سيلمارين او هيبيتيكم شراب، بستعمله مثلا بجرعة 10 سنتي على اللتر، معاه كمان كبسولتين فاركوفيت. فاركوفيت دي كبسولات بشري، اقول لحضراتكم على فوائدها. طبعا دي تعتبر منشط للكبد، غنيه بمجموعه فيتامينات ب، برضو فيها عناصر غذائيه وعناصر ومستخلصات طبيعيه. دي بتشتغل على الكبد، بتحسن من وظائف الكبد، بتنشط الكبد، بتحسن من الصحه العامه، بتزود برضو من خصوبه الطيور كعامل مساعد مع الهيبيتيكم. طبعا زي ما قلنا السيلمارين عبارة عن مضاد سموم بيولوجي، ده بيشتغل على الجزيئات السموم الصغيرة اللي تم تكسيرها بواسطة الخل، بيحولها لأجزاء غير سامة ويتخلص منها عن طريق الكلى بالنسبة للإيه، للطائر. والسيلمارين يا جماعة يعتبر مستخلص نباتي من نبات معروف جدا اسمه نبات الخرفيش، له فوائد كتير منها تجديد خلايا وأنسجة الكبد، طبعا بيعمل حماية للكبد وبيدخل في علاجات الكبد خاصة بعد الإصابات الفيروسية اللي بتأثر على الكبد او بتعمل التهابات في الكبد. طبعا بيدخل في تركيب مع اعشاب تانية هنعمل لها فيديو كده، بيستعمل كمضادات منشطات للكبد ومضادات للسموم اللي بتأثر على الكبد. طبعا ده لما بنحط السلمارين مع الفاركوفيت بنضاعف من ايه، من مفعولهم. دي هتبقى في السقوة التانية. الخل في السقوة الاولانية زي ما قلنا بالتركيز بتاعه اللي قلناه، والسلمارين في والفاركوفيت في السقوة التانية، ده لمدة يومين اتنين. طيب بعد اليومين اعمل ايه؟ بريح مية بيضة، اضيف مية بيضة عادي في مية الشرب. طيب هنيجي يعني بعد كده يا جماعه، بعد ما بنريح بالميه البيضاء باجي بستعمل مستخلص الشعير مع الكربوناتو. ايه مستخلص الشعير مع الكربوناتو؟ بجيب 10 جرام من الشعير او بمقدار معلقتين اكل او معلقتين طعام من الكبار شعير، وبحط عليهم ميه درجه حرارتها 80 قبل درجه الغليان، واغطيها لمده 4 ساعات. بعد ما بتبرد بكشفها وبصفيها، وبحط على المستخلص ده 1 جرام كربوناتو او بيكربونات الصوديوم، او اللي بيقولوا عليها صودا الخبز، او المعروف عندنا باسم الكربوناتو اللي هي رمزها Na2CO3. بحط قد ايه من الكربوناتو؟ 1 جرام على المستخلص من 10 جرام شعير او من معلقتين كبار شعير. تمام، المستخلص ده كله بضيفه على لتر ميه وبقدمه للطيور تشرب منه لمده يومين، يبقى طول اليوم قدام الطيور بتشرب منه لمده يومين. طيب ده طبعا الى جانب قيمته الغذائيه وفوائده المتعدده ويعتبر مدر بول قوي جدا الشعير. طب ايه ليه بحط عليه الكربونات؟ والكربونات بتضاعف من تاثير الشعير،
يعني الكربوناتو بتضاعف من فعالية وتأثير الشعير. تاني حاجة يعتبر التركيبة ديت بتقوي الجهاز المناعي وبتحسن من حموضة الدم، وفي نفس الوقت بتخفف من آلام لو في أي آلام في الطائر أو في التهابات بتؤدي إلى العرج. طبعا غنية جدا بعنصر البوتاسيوم، بتبقى مفيدة جدا إن هي بتخفف من سمية بعض الأدوية، بالذات لما بنستعملها بعد المركبات زي السلفة. احنا عارفين مركبات السلفة دي بتبقى يعني المضادات الحيوية اللي بتعمل أثر تسمم أو فيها أثر سمية على الكلى. بعد اليومين دولت هستعمل البقدونس، بجيب البقدونس رابطة بقدونس مثلا صغيرة، وابدا ان انا برضو ميه درجه حرارتها 80 وفض عليها وغطي لمده 4 5 ساعات لحد ما تبرد خالص. بعد كده بضيف على الكميه اللي طالعه ديت 5 سم من العسل الاسود، ده بيكفي قد ايه؟ 5 لتر ميه. والمكون ده طبعا بيكفي معايا 5 لتر ميه بشرب منه الطيور لمده ايه؟ يومين. طيب ايه فوائد الحاجات دي كلها؟ العسل الاسود والبقدونس مهم، غني جدا بالبوتاسيوم، وده مفيد جدا للجسم ومفيد للطائر ولصحة الطائر، بيغسل الكلى وبينشط الكبد، الاتنين بيغسلوا الكلى وبيضعفوا من تأثير بعض. العسل غني بالسوربيتول، وده يعتبر برضو من مضادات السموم البيولوجية، او بيخش في تركيب اشهر مضادات السموم البيولوجية، الى جانب قيمته الغذائية والسكريات والفيتامينات والعناصر الموجودة فيه. طيب بيزود من الخصوبة وبيحرق الدهون الزائدة عن حاجة الطائر عشان الطائر ما يليس لو إناث، ويرفع من خصوبة الذكور، بيحسن من الهضم، وبيخلص الجسم من السموم الموجودة في الكبد أو الموجودة في الأمعاء. يبقى إذا هو بيحسن من خواص الجهاز الهضمي، بيحسن من إيه؟ من الكبد ومن نشاط الكبد. طبعا البقدونس والعسل يعتبر من مضادات الأكسدة القوية جدا ومحسنات النمو، وبيساعد الجسم برضه انه يتخلص من السموم الموجوده فيه. طيب المكون ده انا ضفته خلاص يومين، ابدا اريح يوم ميه بيضه، تمام. بعد كده اخش على المكون اللي قبل الاخير معايا، الكارانتين. الكارانتين ده موجود بالنسبه لنا احنا في بعض الاغذيه زي اللحوم ومنتجات الالبان، بس انا عايز اوفره للطائر، هوفره في الصوره ايه؟ العقار البشري او الادويه البشريه. هوفر اللي كارانتين شراب ده تركيزه 300، وفي موجود ال كارانتين في منتجات بيطريه كتير. لو انا هدي ال كارانتين في ميه الشرب جماعي، بحط مثلا 2 سم على اللتر، لو هتدي فرد فم الطائر 3 نقط بالفم. ال كارانتين فوائده متعدده جدا جدا جدا، يعتبر منشط للكبد وبيدعم وظائف الكبد والكلى، مخصب حرق الدهون، بيزيد القوه، بيزيد النشاط، بيزيد حيويه الطائر، رفع للمناعة، يعتبر من العلاجات المساعدة بالنسبة لمرضى الكلى. فهو شغال برضو بيحسن من وظائف الكلى، وفي دراسات وابحاث كتير على ال كارانتين، ومكون اساسا من مجموعة من الفيتامينات والاحماض الامينية متداخلة مع بعضها وعاملة المركب الخطير ده. طيب العلبة طبعا بتاعته مش غالية، سعرها بتروح يعني 39 جنيه، ما بيكملش ال 40 جنيه، ومفيد جدا بالذات لو انت عندك برضو ايه سلالات غاليه وعايز تحافظ عليها. طب بعد ال كارانتين ده بستعمله لمده يومين، بعد منها يوم ميه بيضه، بعد منها يوم ميه بيضه بريح. بعد كده ببدا استعمل المكون الاخير معايا، ومكون مهم جدا اللي هو الشيح. الشيح بستعمله ازاي؟ ممكن استعمله 5 جرام على اللتر. طبعا الشيح بيخش من زمان في العلاجات الطب الشعبي والعلاج بالاعشاب، ومهم جدا لصحه الجهاز الهضمي. غني بماده اسمها السيانيول، الماده ديت بتخلص الجسم من الطفيليات او من الجهاز الهضمي، الطفيليات زي الديدان، الكوكسيديا، بيستعمل اصلا كمحسن للهضم في علاج عسر الهضم، وبيخلص الجسم من الانتفاخات او من الغازات. طبعا الشيح يعتبر مطهر معوي، لو في اي نمو بكتيري زائد من البكتيريا الضارة في الامعاء الطائر، ده بيخلص عليها وبيعمل عملية توازن للبكتيريا ما بين البكتيريا الضارة والبكتيريا النافعة، فبيظبط لك لو في اسهالات، بالذات الاسهالات المائية او الاسهالات الخضراء، كل ده بيتظبط بعد ما رفعت مناعة الطائر ونظفت الكبد ونظفت الكلى، ويعتبر عملت للطيور بتاعتي او للقطيع بتاعي عمرة من الداخل. جميل. الموضوع ده ممكن تعمله مثلا مرة كل 3 شهور او عند اللزوم.
طبعا الكلام ده انا مجربه على طيوري اكتر من مره، وبفضل الله لمس نتائجه، ومجربه برضه في مزارع، وعند اخوه بيستشيروني، او يعتبر يعني بياخدوا مني استشارات، فعامل البرنامج وطبق البرنامج عندهم، ونتائجه بفضل الله كويسه جدا. طبعا في حاجه يا جماعه عشان انوه، حابب انوه عليها واكد عليها في نهايه البرنامج ده، انت كده تمام. هبدا لازم حاجة اخد بالي منها، اقلل نسبة البروتين بالكلفة، يعني وانا شغال بالبرنامج ده وفي المعتاد ما زودش. مش معنى يعني الفكرة ان انا مش ان انا ادي الحمام بقوليات زي الفول والبسلة والعدس والحمص، دي تكلفتها غالية، البقوليات غالية وهترفع من تكلفة الكلفة معاك، وفي نفس الوقت مش هتديك نتائج زيادة، ويبقى اهدار في النفقات بتاعتك او اهدار في الموارد بتاعتك، وفي نفس الوقت هتأثر على الطائر بالسلب، لان ارتفاع نسبة البروتين بيجهد ويضر الكبد والكلى بشدة. فمطلوب مني ان انا بقى ايه، ابدأ اخفض نسبة البروتين للحد المسموح به. لو انا في متاح ليك شعير، استعمل الشعير في الكلفة بنسبة 5%. لو حضرتك في الشتاء، استعمل الرز الشعير اللي هو الرز الغير مقشور برضو بالنسبة دي. بإذن الله الفيديو ده يعجبكم، وان شاء الله اذا جاب اكتر من 500 لايك نبدأ بقى ايه، نقدم لكم وصفات طبيعية فعالة ومجربة. زي ايه مثلا كده؟ مكون طبيعي ومجاني ومتاح ان شاء الله للجميع، يعتبر مخصب ومنشط للكبد ومضاد للسموم وغسول للكلى ومحسن الهضم، وبيدخل في عديد من المركبات الطبية الهامة والفعالة والمشهورة واللي بتستعمل على النطاق البشري كمان، وموجود ومتاح ان شاء الله للجميع، ومش عايز اقول لحضرتك ببلاش. تمام، ده بالنسبة يعني هو مكون طبيعي موجود في الطبيعة، ربنا سبحانه وتعالى يعني أوجده. أنت بس أنا هدلك على إيه وعلى طريقة استعماله، بس أنا عايزين الفيديو ده إن شاء الله يجيب أكتر من 500 لايك. تاني برنامج برضو ممكن إن شاء الله نقدمه، البرنامج بقى الوقائي والدوري لطيورك بأقل تكلفة ممكنة، تمام، وأعلى نتيجة ممكنة بإذن الله، وإن شاء الله بحاجات برضو مكونات طبيعية معانا. ممكن برضو نبدأ نتكلم في برنامج التغذية المثالية لطيورك، وبرامج طبيعيه متخصصه لطيورك، تبقى متخصصه بقى مثلا في حاجه في الخصوبه، حاجه في مرض معين. فان شاء الله باذن الله نعدكم بكل ما هو جديد ومفيد، وكل عام وانتم بخير، وربنا يتقبل منا ومنكم الصيام وصالح الاعمال، ويعيد علينا الايام دايما بخير يا رب. ما توقفش معلومه عندك، شارك الفيديو فالدل على الخير كفاعله. دمتم في حفظ الله ورعايته، ونلقاكم دوما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.